السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأشرف رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، يسرني في هذه الليلة المباركة أن ألتقي بكم في رحاب هذا المسجد المبارك الجامع الكبير في مدينة برمنغهام، هذا المسجد الذي لا أنسى أننا فرحنا بافتتاحه قبل عدة سنوات، فهو صرح إسلامي عظيم وقلعة إيمانية كبرى ينشر العقيدة الصحيحة والإيمان القوي والعبادة السليمة والمنهج الصحيح والأخلاق الطيبة، وله الأثر البالغ في تحقيق رسالة الإسلام، رسالة الأمن والخير والسلام والنظام، رسالة الرحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العبودية لله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قيام هذا المسجد ولله الحمد والمنة وتأسيسه على تقوى من الله ورضوان في يوم إسلامي عظيم حافل له أثره الكبير على المسلمين في اجتماع كلمتهم وتوحيد صفوفهم، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، في بناء على منهج وسطي معتدل. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا فلا غلو ولا جفاء. هذا المسجد المبارك له أثره في حفظ الدين، في القيام بالدين على المنهج الصحيح، على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، حفظ النفوس في صيانتها من القتل والجريمة، وحفظ الدماء المعصومة، لأن المسلمين مشاعل هداية، المسلمين في كل مجتمع يعيشونه أرباب سلام ودعاة مودة وأمن ووئام ونظام، كذلك حفظ العقول على الانحرافات الفكرية وأيضا على المخدرات والمسكرات، وحفظ الأموال أن تتعامل بالمعاملات المحرمة، وكذلك حفظ الأعراض، وحفظ أيضا الأسر والزوجات والمرأة المسلمة في حجابها وعفافها وحيائها وحشمتها، وتربية الشباب على منهج الوسط والاعتدال، فلا إرهاب في الإسلام ولا طائفية ولا عنف، وإنما منهج رحمة، رحمة للعالمين. الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، يقوم على الحكمة والعلم والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، والتعايش حتى مع غير المسلمين. كان غير المسلمين موجودين في المدينة النبوية المنورة، وكان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بالحسنى في الأقوال والأعمال والتصرفات، وهذا هو منهج الإسلام. فأنا أشكركم، أنا سعيد جدا جدا باللقاء بكم، وأنا أحبكم، لا فيو جميعا، نحبكم في الله وندعو لكم. وما شاء الله، زندباد المسلمون في برمنغهام في هذا المسجد العظيم، زندباد زندباد، الحمد لله. وإخوانكم في مكة المكرمة والمدينة المنورة يحبونكم ويدعون لكم، أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين
والحكومة الرشيدة وأئمة وعلماء المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويدعون لكم بكل خير، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله سمع الله لمن حمده. كثير الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.